للأسف ما حدث في دوس خورماتو تعد من جرائم الحرب، وللأسف بعد 2003 لأول مرة يكون آلاف من الأفراد وعوائل ينزحون بسبب بطش القوات الحكومية. يعني بعد 2003 لأول مرة يكون عندنا نازحين في العراق خوفا من الحكومة المركزية، خوفا من الحكومة الاتحادية، والصمت الحكومي اتجاه الجرائم يعني مكان موقع للاستفهام كبير. نحن كنواب كرد حاولنا إيصال صوت أهالي دوس خورماتو إلى جهات دولية وجهات حكومية والمرجعية العليا، وللأسف لحد الآن هناك امتناع كبير. أستاذ شوان، منطقة نعم أستاذ شوان، لمكون واحد يعني، ومنطقة خورماتو ومن المناطق المختلطة التي يتمثل بها مكونات كرد عرب تركمان سنة شيعة. والآن تقريبا صار تفريق كامل لكل المكونات، المكون الوحيد الباقي في دوس خورماتو والآن هو الإخوة التركمان الشيعة خاصة. نعم أستاذ شوان، يعني أغلب التقارير قالت أن النازحين موجودون في سليمانية والدهوك أربيل وخاصة أيضا من مناطق المادة 140، يعني هل تفاوض حكومة إقليم كردستان مع حكومة المركز على خلق ظروف لعودة هؤلاء النازحين؟ هؤلاء النازحين قبل عودتهم يجب تأمين أمنهم قبل عودتهم، ويعني حاولنا مرات وصار عندنا موافقات من قائد العام للقوات المسلحة وبعدها الهيئة الوزارية للأمن الوطني لإرسال أحد ألوية رئاسة الجمهورية لاطمئنان النازحين للعودة، لكن بعد كل الاتفاقات بعد اعتراض نواب من مكون التركماني الشيعي حكومة وقائد العام عطلوا هذه العملية، ونحن نطالب مرة أخرى ونكررها، نطالب تأمين وضمان أمن المواطنين قبل عودتهم. يعني المواطنين يحتاجون لضمانات أمنية قبل عودتهم. نعم أستاذ شوان، يعني حسب منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن هناك ما يقارب 1,800,000 شخص هم نازحون خارج مناطقهم، يعني هل الأزمة القائمة بين أربيل وحكومة المركز هل تعيق عودة هؤلاء النازحين؟ يعني وخاصة قسم كبير منهم مقيم في إقليم كردستان. أستاذ شوان هل تسمعونا؟ نعم أستاذ شوان، كنت قد سألتك أن ذكرت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما يقارب 1,800,000 شخص هم نازحون خارج مناطقهم، يعني هل الخلاف بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان تعيق عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم وخاصة أن أكثرهم مقيمون في إقليم كردستان؟ هناك عوائق سياسية، يعني هناك عدة مناطق الحكومة لحد الآن تمنع عودة النازحين. هناك نازحين، احنا نتحدث اذا نتحدث عن دوس خورماتو، يعني قضاء سليمان بيك صار ما اكثر من سنه محرره من داعش، لحد الان يمنع عوده اهاليها الى المنطقه، واهالي ينجيجه وباستاملي من المكون التركماني السني ايضا يمنع عودتهم. والآن أصبحوا تقريبا أكثر من 30 إلى 50 ألف نازح كردي من دوز خورماتو أيضا يمنع عودتهم، وهناك مدن محررة غير مهيئة للعيش، لا توجد فيها أبسط خدمات للمواطن، وهذا مواطن
يحتاج قبل عودته تأمين كل مستلزمات الحياة، أولها أمن وثانيا الخدمات. نعم، هناك تقارير أيضا أفادت بأن أكراد خاصة كركوك لم يعودوا إلى منازلهم. يعني كيف لم يعودوا؟ أستاذ شوان؟ ألو أستاذ شوان، هل أنت معنا؟ معكم. نعم أستاذ شوان، كنت قد سألتك أن هناك يعني تقارير أفادت أيضا بأن أكراد كركوك لم يعودوا إلى مناطقهم. يعني هناك هم ايضا اكراد كركوك، ليس جميعهم، هناك جزء من اكراد كركوك لم يعودوا بعد، لان هناك اكو خروقات امنيه تحدث يوميا، بعد من فتره الى اخرى، من ساعه الى اخرى، والناس اذا لم يؤمن لهم كل مستلزمات الامن والحياه، يعني ليس بامكانهم العوده ويعرضون نفسهم الى مخاطر. وخاصة هناك اكو جهات فصائل باسم الحشد، تحت مظلة الحشد، وخاصة ما يسمى بالحشد العشائري الآن، وهناك حشد تركماني، وفيها عناصر تلك الجماعات يبحثون عن الانتقامات خلال الفترة الماضية. وقبل ما أدخل البرنامج، هناك صار محاولتين، هناك صار يعني حالات اغتيال اثنين على طريق كركوك حويجة، أيضا شيخ عشيرة وضابط في الشرطة. يعني هناك تحركات من قبل داعش على الأرض بعد في تلك المناطق. نعم أستاذ شوان، يعني من الناحية الأمنية، الوضع الأمني في كركوك من يديره هناك؟ هل الحكومة المركزية والحشد، أم هناك يعني أمن مشترك بين الإقليم والحكومة المركزية؟ الآن أمن كركوك داخل كركوك بيد الفرقة الثانية لمكافحة الإرهاب وأقضية والنواحي كركوك، بيد عمليات الجيش، وهناك غياب كامل لمكون كردي في الإدارة وفي الأمن بعد 16 أكتوبر لحد الآن، وهذا أحد موطئ الخلل في مناطق بما يسمى فرضت عليها مناطق فرض القانون بعد 16 أكتوبر.